تحديدا معلش حاجات كتير لدرجة هقول لك مثال. انا في ممثل بعمل معاه دوبلاج فالجملة اللي هو قايلها بالمزيكا اللي هو اخترعها مش عارف يجيبها تاني بيسمعها عشرات المرات ومش عارف يجيبها. فانا بقلد له المزيكا بتاعت الجملة بس هو مش عارف. اوكي يعني بتبقى حاجة غريبة بالنسبة لي. ففي في اشياء كتير اهمهم انت عملت ايه، بتحب الموضوع ده قد ايه، بذلت ايه من عمرك عشان توصل للموضوع ده، ولا افتكرته اول امبارح. اوكي ايه يعني، طيب وقتك بتبذله في ايه؟ يعني هل وقتك بتبذله في ان انت تلم اسامي الارقام المنتجين والمخرجين وتقول لهم انا بحبكم قوي بطمن عليكم طمني عليك انت نمت كويس ولا لا؟ ده مجهود. فلما اقول له طب فين الشوريل بتاعك؟ فيقول لي اصلا لسه ما عملتش حاجات احطها في شوريل. فاقول له انت ما بذلتش من عمرك خمس دقائق تجوجل يعني ايه شوريل، يعني تفهم يعني ايه شوريل. انت فاكر ان الشوريل هو انك تمثل مع استاذ فلان واستاذه فلانه وطالما ما حصلش بقى انت ما عندكش شوريل. او هبعت لك حاجات على الموبايل. كل الاشياء دي لا احترافيه. اوكي فالاحتراف بتاع الممثل يهمني جدا عشان نعرف نشتغل مع بعض. اوكي وطبعا طبعا طبعا انه يكون بيحب التمثيل اكتر من نفسه ودي حاجه صعبه جدا. اوكي انا سالت نفسي انت ليه ممثل فاشل؟ انا مش فاشل قوي انا معقول بس يعني مش عمري ما هروح في حته يعني. اوكي لاسباب كتير، لان انا ما عرفتش اتخلص من سيطره الانا عليا، الانر فويس بتاعي بيفكر فيا. انا دايما بشوف ان المخرج على قد ما يقدر انه يجرب يحط نفسه في ورطه الممثل دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني دي حاجه مهمه انه يجرب يبقى في الورطه دي، لانه لو جربها هيقدر يفهمها، هيقدر يستوعب الممثل ده، هيقدر يتعامل معاه، هيقدر يفهم مخاوفه. يعني هقول لك مثال، احيانا انا بطلب من الممثل انه يطلع مشاعر ويقول جمله ويعمل ميزانسين او حركه. فاكتشف ان الممثل في اللحظه دي يا اما بيظبط الحركه يا اما يظبط الجمله.